والظهيرة مباشرة من الأولى إليكم العناوين. حوالي 1000 مواطن اقتنوا مساكنهم بثلاث مشاريع سكنية لإحدى المجموعات العقارية بما مجموعه 40 مليار سنتيم، يكتشفون أن المشاريع كانت وهمية. المنتجات المجالية في خدمة التشغيل الذاتي للشباب القروي وتعزيز الاستثمار شعار الدورة الرابعة لمعرض المنتجات المجالية بالقنيطرة، والهدف التعريف بالمنتجات الفلاحية المجالية للجهة وتثمينها وخلق رواج تجاري لها. وفضاء والمطاف الدولي للدراجات النارية تكمليل لواحد الدار البيضاء يحتضن منافسات المرحلة النهائية من بطولة المغرب للموتوكروس والكروس كونتري. السلام عليكم. نستهل النشر من الدار البيضاء. وفضيحة النصب التي تعرض لها حوالي 1000 مواطن من طرف إحدى المجموعات العقارية. المجموعة كانت تروج لمشاريع سكنية موزعة على مناطق بوسكورة دار بوعزة ووسط العاصمة الاقتصادية. اكتشف من سلموا مبالغ مالية ناهزت 40 مليار سنتيم لهذه المجموعة أنها كانت مشاريع وهمية. التفاصيل أخرى في روبورتاج أمين هناوي وأحمد الحمري. داخل هذه القطعة الأرضية المتواجدة قرب محطة القطار بوسكورة كان مئات المواطنين يمنون النفس بامتلاك سكن الأحلام قبل أن تتحول أمانيهم إلى كوابيس رغم أدائهم لملايين الدراهم لإحدى المجموعات العقارية. مشروع ينضاف لعشرات المشاريع الوهمية التي وصل عدد ضحاياها لأزيد من 1000 شخص موزعة على مناطق بوسكورة دار بوعزة ووسط العاصمة الاقتصادية. فلاير ديال الإشهار قريناه عرفناه مشينا عندهم لاجونس. ماذا بينا حنايا مشينا السيد في الاول باين بزاف ديال الاشياء، ولكن ملي ربما حنايا كنقولوا ماشي مشكل. حنايا واخا كتعرف بزاف ديال الاشياء كتولي كتقول حنا جينا باش نستثمروا في المغرب، ما كاين حتى مشكل. حاجه دفعنا 40 مليون اسبيس، حنا عطينا 60 مليون. دركنا من بعد تقريبا واحد ربع شهور حتى خمس شهور دركنا ان العمليه ماشي هي هذيك. ما في الاول ما عرفناش انها نصب احتيال، ولكن بان ان راه كاين تاخر في البناء، وحنا كنا يعني بالنسبه لنا باغيين ديك يعني دار معانا ان عامين. حجم المبالغ المالية التي سقطتها هذه المجموعة العقارية من المواطنين بلغ حوالي 40 مليار سنتيم دون أن تتجسد هذه المشاريع على أرض الواقع منذ أزيد من 4 سنوات. اكبر عمليه يعني عمليه ديال النصب ديال العقار في المغرب اللي تعرضوا ليها، لانه الضحايا وصلوا ربما الالف الان، يعني حسب الارقام باقا غير مؤكده، ولكن ربما يوصلوا الالف، والمبالغ الماليه تجاوزت 40 مليار سنتيم. لا المصالح الحكوميه لا كاع المتدخلين خصهم يلقاو حل لهاد الناس، لانه في الحقيقه باش نخليو هاد الناس، لان الصوره كذلك ديال القطاع العقار في المغرب تولي مهدده. أغلب هذه المشاريع السكنية الوهمية تم إنجازها تحت غطاء الوداديات السكنية، ما يطرح علامات الاستفهام حول الوضع القانوني لهذه المجموعات العقارية. احنا كنعتبروه نصب لا علاقة له بالمهنة ديال المنعش العقاري، لأنه استغل الفراغ القانوني اللي كاين في ميدان الإنعاش العقاري وكذلك في ميدان الوداديات السكنية. اليوم احنا كفيدرالية كنت أسفو أننا هذه 5 سنوات ونحن نطالب الحكومة ونطالب الوزارة الوصية أنها تعمل على إخراج الستاتيو ديال البروموتور إيموبيلي باش نعرفو شكون هو هذا الفاعل في الميدان العقاري، وشنا هي الواجبات ديالو وشنا هي الحقوق ديالو. توجهنا لمقر هذه المجموعة العقارية للاستفسار حول مآل هذا الملف، كما قمنا بالاتصال بأعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين لكن دون جواب. ملف المجموعة العقارية يتواجد الآن لدى القضاء من أجل كشف جميع المتورطين المحتملين تحت إشراف النيابة العامة. المنتجات المجالية في خدمة التشغيل الذاتي للشباب القروي وتعزيز الاستثمار شعار الدورة الرابعة لمعرض المنتجات المجالية بالقنيطرة، دورة تسعى للتعريف بالمنتجات الفلاحية المجالية للجهة وتثمينها وخلق رواج تجاري لها. روبورتاج أحمد العلوي وحمزة السايح.
الدورة الرابعة لمعرض المنتوجات المجالية بالقنيطرة فرصة للتواصل وتبادل الخبرات بين مختلف العارضين والتنظيمات المهنية الفلاحية المشاركة في هذه الدورة، والتي يتجاوز عددها 60 تنظيما مهنيا. معرض يندرج تنظيمه في إطار الدينامية التي أطلقها مخطط المغرب الأخضر للنهوض بالمنتوجات المجالية والمحلية. منذ 2012 عندنا استراتيجية لهيكلة هذا القطاع عبر دعم يعني هذه الشريحة ديال اللي كتخدم فيه، اللي هما التعاونيات والجمعيات خصوصا النسوية منها، عبر برامج مهمة جدا لدعم تثمين ديال المنتجات المحلية وتسويق ديالها. وإذا كان المعرض يشكل محطة هامة للتعريف بالمنتوجات المجالية التي تزخر بها الجهة، فإنه مناسبة هامة أيضا للعارضين للترويج لمنتوجاتهم والبحث عن أسواق جديدة. هذا المعرض يعني كتفيدنا، يعني كنروج المنتوج ديالنا وكندير الإشارة للمنتوج ديالنا وكندبروا على لي كونطرا للتسويق، يعني لحقاش المشكل اللي تيكون عند التعاونيات هو المشكل ديال التسويق. كاين مشكل في التسويق بالنسبه للتعاونيات، وهذا هو الهدف من المعرض باش نعرفوا بالمنتوجات ديالنا. كنحاولوا ان باش يمكن نتيحوا الفرصه لكل التعاونيات وكل التنظيمات المهنيه باش يمكن لهم انهم يقربوا للمستهلك اكثر، باش يمكن انهم يحسنوا من الدخل ديالهم، وكذلك باش يقوموا بواحد العمليه ديال الترويج اللي هي مهمه جدا على صعيد الجهه وعلى الصعيد الوطني كذلك. يشار ان الدوره الماضيه للمعرض حققت رقم معاملات فاق 1,240,000 درهم، رقم يبرز اهميه هذه المعارض بالنسبه للتنظيمات المهنيه الفلاحيه المشاركه للترويج لمنتوجاتها ومساهمتها في دعم الاقتصاد التضامني. في نشرة خاصة، تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية نزول تساقطات ثلجية يومي الاثنين والثلاثاء بالمرتفعات التي يفوق علوها 1300 متر بالأطلسين المتوسط الكبير، الحوز، شيشاوة، ترودانت وتنغير. كما تتوقع المديرية هبوب رياح قوية ستتراوح سرعتها ما بين 75 و90 كيلومترا في الساعة بمناطق الأطلسين المتوسط والكبير، الحوز، الرحامنة، وسط البلاد، الشمال مرتفعات الريف، الشرق، سوس، وشمال الأقاليم الجنوبية. البحر سيكون شديد الهيجان في البوغاز وهائج إلى قوي الهيجان بين العرائش والطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى. نمر الآن للخبر الدولي للنشر، ونستهله من لبنان، حيث شهد وسط العاصمة بيروت منتصف ليلة أمس مواجهات بين متظاهرين مناهضين للسلطة السياسية وقوات الأمن، التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات من المحتجين بعدما تجمعوا قرب مقر البرلمان. وأعلن الصليب الأحمر اللبناني أنه أسعف أزيد من 30 شخصا بعد هذه الأحداث، غالبيتهم كانوا يعانون من مشاكل في التنفس ومن الإغماء جراء الغاز المسيل للدموع. وفي فرنسا يستمر إضراب وسائل النقل رفضا لمشروع إصلاح نظام التقاعد، مع تنظيم تظاهرات في عدد من المدن وسط مخاوف من أن يؤثر الحراك على أعياد نهاية العام، رغم قرب البدء بمشاورات جديدة. وتشهد حركة النقل اضطرابا كبيرا اليوم وقد تستمر غدا، إذ لا يعمل سوى ربع القطارات السريعة وثلث قطارات الضواحي، مع إغلاق شبه كامل لخطوط المترو في باريس. واجه مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المنعقد في مدريد خطر الفشل أمس بعدما أدت المفاوضات التي استمرت طوال الليل إلى مزيد من الانقسامات بين المشاركين بشأن سبل مواجهة الاحتباس الحراري. وبعد أكثر من 36 ساعة على موعد المحدد لانتهاء الاجتماع، اقترب المندوبون من اتفاق على قضايا خلافية بما في ذلك حول مدى طموح كل دولة في خططها الخاصة لمكافحة تغيرات المناخ. نواصل بالصفحة الرياضية للنشرة، ونستهلها بمنافسات المرحلة النهائية من بطولة المغرب للموتو كروس والكروس كونتري بمشاركة مختلف الأندية والجمعيات الوطنية الأعضاء بالجامعة الملكية المغربية للدراجات النارية. التظاهرات التي يحتضنها فضاء المطاف الدولي للدراجات النارية تطمليل انطلقت يوم أمس بإجراء تجارب حرة للمشاركين، وتواصلت اليوم بإجراء السباقات النهائية فئات المحركات 65 سنتيلتر و 85 سنتيلتر جونيور MX و2 و1. وتشهد هذه التظاهرة مشاركة وازنة للفئات الصغرى، وتختتم السباقات من
المغرب. وتختتم هذه البطولة مسارا طويلا من التنافس عبر محطات جرى تنظيمها بمختلف أقاليم وجهات المملكة. ونستضيف للحديث حول هذه التظاهرة الرياضية الوطنية السيد خليل القديمي، مدير بطولة المغرب للدراجات النارية ورئيس نادي داز بايك للدراجات النارية. السيد القديمي أهلا بك. السؤال الأول، ما هي مميزات سباقات الموتوكروس والكروس كونتري، ولماذا تم احتضان مطاف تتمليل لمنافسات المرحلة الأخيرة من هذه البطولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كيف كتعرفوا الموتوكروس هو كيتكون على واحد المطاف فيه لي هوبس بحال لي دودان ولي سوكبار، وبالنسبه للكروس كونتري هو عباره عن سباق كيتجرى كيدوزوا الناس على العجلات، حوض مائي، الحجار ولي زوبستاكل بزاف باش يمكن يوصلوا. وهذا لو تيغان هذا مصوب من تقنيين أجانب ومغاربة اللي كيحتضنوا بطولات العالم ديال المسارات، وأنه كيتميز بواحد تقنية جداد واللي كيساعدوا لي بيلوت باش يمكن لهم يطوروا المستوى الرياضي ديالهم. إذن السيد القديمي، خلال هذه البطولة تم تخصيص عدة سباقات، كيف تشاهدوا الآن أنا المتسابقين؟ نعم، خلال هذه البطولة تم تخصيص عدة سباقات للممارسين الصغار، هل هذا يدخل في إطار توسيع قاعدة الممارسة لدى هذه الفئة العمرية، أم هو للبحث عن أبطال المستقبل؟ هو في بجوج الحالات حنا كنقلبوا ونشجعوا الشباب الصغار باش يمارسوا هذه الرياضه هذه، وميم طون باش نوجدوا اطفال اللي يمكننا يشاركوا في بطولات عالميه ان شاء الله، ونوجدوهم للمحافل الكبرى باش يمكن لهم ونساعدوهم، حيت هذه الرياضه كتكلف شويه امكانيات، حنا نخصوا لهم بعدا المسار ومدربين اللي يساعدوهم واللي يطوروهم وداك الشيء، وهما يتكلفوا بالدراجات ديالهم اللي نعاونوهم باش وميم طون، حيت هذه الرياضه هذه كتكلف شويه. إذن السيد خليل القديمي، نتمنى لكم التوفيق في هذه البطولة، ونشكر مساهمتكم معنا في أخبار الظهيرة. في رياضة التايكواندو، احتضنت القاعة المغطاة بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء منافسات البطولة الوطنية الأولمبية وكأس سفير كوريا الجنوبية. عبد الحق بهات وأحمد الحمري. بالقاعة المغطاة التابعة للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، وفي أجواء حماسية وتنظيم جيد ومهكم، دارت منافسات البطولة الأولمبية في رياضة التايكواندو، بالإضافة إلى منافسات كأس سفير كوريا الجنوبية في نسختها 14. التظاهرة كانت من تنظيم الجامعة الملكية المغربية للتايكواندو بتعاون مع عصبة دار بيضاء أسطات، والغاية الأساسية منها انتقاء عناصر جديدة لتدعيم المنتخب الوطني. هاد التظاهرة اللي غادي نشوفوا، لأن الآن الفريق الوطني الأولمبي متواجد خارج أرض الوطن، غادي ناخذوا عاوتاني هذا الفريق إن شاء الله اللي غادي يكون الفريق حرف باء اللي غادي يدعم الفريق الوطني، لأن كما تتعرف كاين الإقصائيات الأولمبية خلال شهر فبراير 2020 بتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية. تعرف جيدا أن كوريا هي الموقع الأصلي لرياضة التايكواندو، إذن بما أنني سفير هنا أظن أن هذه المنافسة جيدة وتساهم في تطوير العلاقات بين كوريا الجنوبية والمغرب، إنه شيء جيد بالنسبة لنا. هذه التظاهرة عرفت مشاركة قياسية للأبطال من جميع جهات المملكة، وقد بلغ عدد الممارسين الحاضرين هنا أزيد من 640 مشاركا يمثلون 90 جمعية في رياضة التايكواندو بالمملكة. مشاركون كبار جاءوا لتحقيق الفوز والتتويج في 8 أوزان أولمبية موزعة بالتساوي بين الذكور والإناث. الحمد لله فزت بربعة المباريات تقريبا كاملين فرق نقاط، الحمد لله كان البطولة في المستوى، كان تنظيم في المستوى. نقول بأن هذا الفوز هذا غادي يحفزك باش دير نتائج أحسن في المستقبل؟ إن شاء الله كنتمنى وكنطمحوا إن شاء الله، من جد وجاد الإنسان عليه بالعمل والأسباب، والله سبحانه وتعالى يوفق الجميع إن شاء الله، وكنطمحوا إن شاء الله ببطولة المغرب إن شاء الله، وعلاش لا نمثلوا المنتخب الوطني في ملتقيات دولية، لما لا بطولة العالم والأولمبيات إن شاء الله، لما لا باقيين صغار والحمد لله إحنا مغاربة ومستعدين رفع راية البلاد. طموح كبير ينتبه إذن كل هؤلاء الأبطال الفائزين والمتوجين في هذه البطولة الأولمبية، والذين سيدخلون إلى جانب عناصر المنتخب الوطني
التي شاركت في بطولة العالم بالصين وبطولة فرنسا المفتوحة، سيدخلون جميعهم في معسكر جديد بالرباط استعدادا لإحصائيات المنطقة الإفريقية للألعاب الأولمبية طوكيو 2020. بالخبر الرياضي ننهي النشرة، وذكركم الآن بأبرز عناوينها. حوالي 1000 مواطن اقتنوا مساكنهم بثلاث مشاريع سكنية بكل من بوسكورة، دار بوعزة، ووسط الدار البيضاء بأربعين مليار سنتيم من طرف إحدى المجموعات العقارية، يكتشفوا أن المشاريع كانت وهمية. المنتجات المجالية في خدمة التشغيل الذاتي للشباب القروي وتعزيز الاستثمار شعار الدورة الرابعة لمعرض المنتجات المجالية بالقنيطرة، والهدف التعريف بالمنتجات الفلاحية المجالية للجهة وتثمينها وخلق رواج تجاري لها. وفضاء المطاف الدولي للدراجات النارية تتمليل دواحي الدار البيضاء يحتضن منافسات المرحلة النهائية من بطولة المغرب للموتوكروس والكروس كونتري. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.